الهزار حلو على فكرة، مش وحش خالص، بس ساعات بيبقى فيه هزار تقيل شوية، هزار ممكن يجيب جلطة لحد، هيتخض. انت بتهزر الهزار ده معايا انا؟ واحد يتبلى على واحد؟ لا مش كده يا عم، خف شوية في هزارك. هنشوف الموقف ده في آخر شقاوة. يلا مجنون، خد يا هاب يا هاب، يلا مجنون.
يا عم ما تسيبنا مريحين شويه في الثروه يا عم. يا عم بالراحه مفيش ثروه هنا، هنا في ولع يا باشا. لا هو التكييف طالع يلا يا ست. طب افهمك استنى افهمك يا باشا. مفيش يلا يا باشا الراجل عادي يلا يا عم وصف له يلا في حته فراغ يا عم احنا هنفهمك. انا فاهمك انت راجل شكلك يعني. طب انت هتقول ايه؟ هتقول هتفهمنا تقول ايه؟ بص يا بيه اصل انا عندي كرشه نفس. ايوه قال لي ايه بقى؟ قال لك ايه؟ كمل انت لازم تقعد في حته تكون تراوه واحنا شقتنا حر يا عم. طب علينا شويه الهوا. لا والله يا ابدا يا عم مش طراوه هي ساعتين. ثواني سيب ايديا بس يا عم. يا عم استنى في ساعه القيلوله يا عم. يا عم سيب الراجل. لا اله الا الله. نبي يا حاج انا محل اكل عيش. ابص تراوه هنا هنا نار هنا ولع حريقه. والنبي يا عم. يا عم يلا خلاص ده انا نفسي اخلي. بص يا باشا انا بعالجه نفسيا. انا محل اكل عيش. ابص هنا ابص نبك يا عم هنريح هنا شويه. يلا يا يا عم يلا يا انت هتنام لي هنا. يلا يا بابا يلا يا الراجل عيان. يلا يا عم ده محل اكل. يلا يا ست يلا يا ست يلا يلا ما فيش خلاص خلاص خلاص. ايه الحاج اللي انت يلا يا عم. طب ايه ده ايه ده كمان ايه اللي مننا ده كمان. يلا يلا يا حوصل يا عم. انت مجنون يا عم سيبوني. انت مجنون يا عم. انتوا حاطين تكييف يا عم ما تسيبوني. عندك ايه؟ يلا يا عم تعالى يا عم. يا حاج يا حاج تاني عشرة لا مفيش 10 بس. ده محل اكل. لا مفيش 10 بس. لسه خلف عيل. لسه عيل وعيل في الثروه. يلا 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 مفيش ثروه هنا. خلاص ايه ده؟ شد معايا. الشمس طالعه علينا ايه؟ حلو قوي. يلا يا عم تعالى هنا والدنيا تراوة. الله اما براوة براوة. ريحي ريحي يا اختي. الله على التراوة. صدق فكرة الدكتور دي 100 100. طبعا طبعا. امال ايه مش اي حاجة. انتوا ايه مالكوش بيت بيتوا فيه؟ جايين على باب المحل بيتوا هنا ولا ايه؟ يا بابا ايه ايه مين اللي فتح الراديو؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ مين فتح علينا الشباك؟ يا عم اكل عيش هنا يا عم. احنا مالكوا يا عم؟ اكل العيش جوه احنا قاعدين بره. قاعدين بره ايه؟ ايه يا عم انت مالك زعلانه ليه؟ بره ايه الشارع؟ انت قاعده بره في الشارع. الراجل عيان والدكتور كاتب له ان هو يقعد شويه في الطراوه تلاقي الشعب بقى حر. رمل بقى حر ايه؟ يا ريت يا اخويا والنبي وربنا. يلا 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 يا لهوي الراجل هتجيب له كرشه النفس. كرشه ايه وبتاع يلا يا عم الحاج خليك حرام عليك. استنى بس استنى نسمع ليه. عايز ايه؟ اسمع بس بنروح السنة. عندك ايه؟ انت عندك زهايمر؟ لا مش زهايمر. امال ايه هتقولي كارت الدفا؟ استنى استنى انت جاي مراتك وهتطلع هنا في الشارع. تروى بس. تروي ايه؟ يا عم شايف يا عم تروي يا عم. يلا 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 قوم بقى. يا عم بقى يا عم يلا ما تقدرش اللي معاك. يلا قوم اتكل على الله. يلا يا عم يا عم يلا قوم يلا. نفسي اخلي يا عم احنا في الشارع بتاع انا بقول لك ما ينفعش ما تقدرش اللي معاك. يا عم الدكتور قال اقعدوا في يلا يا عم. حول الله يا رب. حول الله يا عم. خد يا جدع انت. يلا يا حبيبي يلا يا بابا. هات ميه. يا اخويا تعالى ريح ده حاجه جميله قوي. في ايه يا عم ايه ده في ايه؟ يلا يا بابا. ايه الناس دي؟ انا لا مدي ولا مدي. يا سيدي يا عم حرام عليك. انا واقف في النار. انا واقف في النار. ده بيموت. ده ايه بقى؟ واقف في النار. يلا يا عم. حول الله يا رب. طب رحم يا رب. طب يا عم. يا خرابي. قتيل. قتيل. انت قتلت الولية. اصحى. قتلتوك. يا لهوي. اطلب البوليس. يا عم بوليس يقطع ايه يا بابا؟ يلا 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 يلا. الشهاوة. 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 الشهاوة.
يا عم انت لما تهزر مع حد اعرف يعني هزر مع حد تعرفه مش حد متعرفوش، وده اللي شفناه في اخر شقاوة.